والله في الوقت الراهن اللي احنا فيه حاليا ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في هذه البلد ما اعتقدش تظل. والله السبب يعني في عدة شغلات تنطبق عليها الحياة الاقتصادية في البلد. أول شيء تعويم الدينار، تعويم الجنيه المصري، منها الأسباب اللي هي مثلا الاقتصاد والدخل للفرد في الأردن يعني مش بالإشي اللي بيتمناه الشاب أو اللي بده يتزوج أو اللي عايش في البلد، لأنه الدخل والمصروف يعني عكس بعض. حسب اعتقادي لا طبعا. ليش؟ الوقت الحالي اللي احنا فيه وقت صعب جدا، ما أظن إنها تضل 4 سنين. يعني مش زي حكومة عبد الله نصور، حكومة عبد الله نصور كانت حكومة واعية وحكومة زي ما تحكي قديرة. يعني ما راح تيجي حكومة زي حكومة عبد الله نصور انها تصمد 4-5 سنين زي حكومة عبد الله نصور. والله يمكن يمكن لا، بس على الارجح انه يمكن تقول لا، لانه مش زي كفاءة عبد الله نصور بالضبط. يعني عبد الله نصور 5 سنين كان يعني يقدر انه يراوغ فيها الشعب، انه يقدر يصبره على اللي كان مارق فيه بال الظروف اللي كانت ماشي في البلد.